طيب قد يقول قائل لان ام فاطمة بنت اشد، يقول حاكم في المستدرك كانت على ايمان عظيم، وكانت هذه المرأة تحتل منزلة في قلب النبي لا حدود لها، بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انزل صلى عليها صلى عليها عينا مثل ما صلى على حمزة ابن عبد المطلب، كبر 70 تكبيرة وحملها ونزل بقبرها وأضجعها بالقبر وقال إنها أمي، إنها وفاضت عيناه بالدموع. يعني ما أستطيع تصوير المكان اللي تحتلها فاطمة بنت أسد وبنفس الوقت زوجها أبو طالب، زوجها أبو طالب، وطبعا هاي المرأة كانت بها الدرجة من الإيمان، وقطعا هذا التاريخ بين أيدينا، النبي ما فرق بينها، النبي ما فرق بينها وبين ابو طالب، ولو كان ابو طالب كافر ما يمكن ان يخليها مسلمة تحت كافر، ما يمكن، نبه لي. لكن انا طبعا اعذره، هذا اللي يجي يقول يصر على ان ابو طالب كافر اعذره، ليش؟ لان ارجوك هذا لما يمر القرآن بابوه فيعبر عنا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم، يطيل القرآن هالصفات، هذا ما انتظر عند تطيب نفسه لعلي بن ابي طالب ويقول ان ابوه خوش ابوه، لا قطعا، وما يضر ايضا الابو طالب، وكذلك ايضا ما يضرنا لا من قريب ولا من بعيد. الرجل هو ما كان ينتظر مدحنا ولا ينتظر ثناءنا، وانما دفعه دينه لان يكتم ايمانه حتى يلعب الدور اللي يريد يلعبه، مثل مؤمن الفرعون.